في ناس باش نحاولوا الفريق اللي كاين الكرة على المستوى الرياضي السياسي اثر على المستوى الرياضي ما بغيناش يوصل الفرق الرياضية خليونا حنا السياسيين ندوزو بلادنا والرياضة راه رياضة ولما لم يكون فريق واحد اللي يمثل افريقيا
ومدعمون زعما كما قلنا كيعطي واحد السمعه للجماعه ديال الفريق يعني مزاج مزيان في النتائج مزيانه راه كيتبع المستقبل يعني الاخوان كيتبعوا حتى السطات تبعنا الفريق كان يعني تبعنا السطات تبعنا الضربات تبعنا كنحبوا هذا الفريق ولكن الا ما دعمناش ما كاين والو مثلا الفاس الواحد ديال الشباب كنتمنى نعاونوا الشباب لان على الصوت الحد فرق الا ما عاوناش الشباب فين غيمشيو كاينش البديل ولهذا كنتمنى لهم يبقى ونحاولوا مع الفريق يكون فريق كاين بالكلب يعني فريق نسبي وفريق كاين بالشباب ديال الفريق باش على الاقل ياخذ واحد شويه الدم راه كاينه مصاريف ونمشيو بها للقدام ولماذا واش كونسيدوريز بالنسبة للآن الإنسان يطلب واحد واقعية واش هاد النادي ما قدرش أنه يكبر على موارد إضافية باش يوجد المشاكل ديالو وكنستناو أنه يتكلص أنا في البريمير ديفيزيون ولا الدوزيام ديفيزيون هاد النادي ما قدرش أنه باش يمشي بعيد يمشي يدبر على الموارد هنايا خاص يحطو راه ينسحب باش نبنو مطور واحد ديالي أنا ما قدرش تجي لواحد واحد واحد مؤسسة راهي مؤسسة قائمة الدار ما قدرش التدبير ديالها تحط داك الشيء ينسحب تو سامبلو واش عمر تيقول لك ما كاينش واش عمر انا ما عرفتش الله اعلم كاينه كوكا كولا كاينه لا سونترال كاينه جيبال كاينه كوزيمان عطى الله واش تيقول لك حطيت واحد الطلب واحد الطلب سير عنده ماشي حط طلب عند الشوش غادي تقلب على المواليد الماليه راه كاين طرق باش تمشي تقلب على المواليد الماليه ماشي غادي تقلب على واحد بسيط معين الا كنت انا كنكتب ما قادر باش تمشي تجيب الفلوس باش انك تمشي بعيد ما تسناش السدري ديال الجامعه ولا مشيتي تقريبا ولا الجهه باش تقول لها بغيت نبني واحد النادي رياضي معين خص تضحيه التضحيه هي هذه راه الانديه الرياضيه فهي بحال جمعيات كنخدم فيها بتطوع يعني دو بون فولونتي غادي يجي يدخل تما عندي واحد الاوبجيكتيف هو دوك الشباب دير واحد النادي اللي يرفع السمعه ديال اخويا هذا الشيء اللي يعطيك الجمعيه حتى هو فقط كيخول لك باش انك تبحث على موارد اخرى ماشي تاخذها كامل عيار باش انك تسيب الميزانيه ديالك هذا هو الراي ديالو مثلا متمسك به شكرا شكرا سي سلام نعم سي السلام عليكم سي دراتيس بالمناسبة أنا كذلك بعد التطبيق تم السيد القديم الجديد وتوفيق المهام ديالو إخواني أخواتي إخواني الأعضاء والممثلين المناظر الإعلامية اسمحوا لي بالنسبة لهذه النقطة أريد فقط بعدما تأكد على أنه اليد قصيرة والعين بصيرة راه الشيء واضح لا يمكن للجماعة بإمكانياتنا الحالية خصوصا أن الأمور واضحة تمام الوضوح والأرقام يعرفها الجميع إذن ليس هناك أي شيء يخفى عن العموم عن الجميع بالنسبة للوضعية الحالية بهذا الشكل أو حتى إذا تم تغييرها أنا متأكد على أنه لن تستطيع هذه المؤسسة أن تلبي حاجيات أو حاجات ليست حاجيات حاجة ولو نصف من الكم ديال الجمعيات العدد ديال الجمعيات اللي كاينين في فوكان حاجة واحدة اللي خاصنا كمجتمع مدني أتكلم أنا كمجتمع مدني فبالله علينا جميعا حينما نخصص 2000 درهم 2000 درهم للجمعية اش غادي دير بها هذه الجمعية ب 2000 درهم وأنا شخصيا أنا تنخدم في المجال الجمعوي حتى إلا كاع جاب الله تقدمت بملف ديال الجمعية وكان المصير ديالها هو 2000 درهم غادي نخليه باش تزيد على 2000 درهم لواحد الجمعيه اخرى راه تابع لك تصوب غير الملف ديالها الاداري وتقاد بعض الوسائل اللي هي ضروريه باش تكون تشتغل قانونيا بعدا تكون تشتغل قانونيا
فالوقت الحالي راه كنت تعرفوا على انه اي حاجه ديال المال العام فهي متبوعه بمسائل حسابيه ومتبوعه بالمطالبه بالمبررات مبررات الصرف، وبالتالي اش تتحقق هذه الجمعيه بهذا. بلا ما نطول، انا اللي بغيت نقول اللي فات الانتباه ديالنا جميع على انه من المجتمع المدني وجماعه وكذا، راه عندنا مؤسسات في المنطقه، راه عندنا مؤسسات ضخمه، راه عندنا العائلات، راه عندنا تشتغل هنا في كافور، كاين مؤسسات، ولماذا اللجوء لهذه المؤسسات؟ راه مناطق اخرى كلها راه ما كاينش شي جمعيه تعملوا مع الجماعه وتعتمد على الميزانيه، هذا راه خطا، ما خاصناش نزيدوا نستمروا فيه. خصوصا انه حينما يكون او تكون جمعيات نفس الجمعيات تشتغل في نفس المجال، فاذا ستي لهذه هذه تتخلق، ولا مكستي لهذه على حساب هذه، ولا تنوليو حنايا بحالنا حنا اللي تنعطيو وحنا اللي تنحيدو، لا راه التوزيع اولا قبل كل شيء تيكون في الوقت اللي كاين به التوزيع. دابا حنا تنهضرو على التوزيع وتنهضرو على الدعم، ما كاين دعم، انا تنشوف بالنسبة لهاد الأرقام ديال شي ناس تنسمع راه ما كاين، راه عندنا المكتب الوطني للكهرباء، راه عندنا المكتب الشاوي ديال الفلاحة، راه عندنا المكتب ديال الماء الصالح مشروب، راه عندنا مصالح، راه أي منطقة نمشي عليها خصوصا في المجال الرياضي سواء المدن الكبرى ولا راه كاين دائما كاين الناس اللي تيساعدوا الجمعيات وتيتعاونوا بطبيعة الحال مع الشراكات. لهذا الله يجزيكم بخير اليد في اليد، على اساس انه الى شفنا هذا الشيء غادي يقلق واحد الطرف وغادي يشجع واحد الطرف، خصوصا انه من غير كانت عندنا ديك الفكره ديال الاسماء ديال الشعور ديال انه هاد السنه هادي تنشوفوها بالمغاربه غادي نجتمعوا كمجتمع مدني كجمعيات، ما غاديش يبقى المجلس هو المقصود ولا هو المعني، لا نجتمعوا كمجتمع مدني. الاخوان هاد العام راه كاينه هذه، اش غادي نديروا فيها؟ واش بس اذا العام غادي نعطيو لهذه الجمعيه مع هذه، وحنا الجمعيه الاخرى العام الجاي الجمعيه الاخرى 2026 ممكن نوصلوا، اما الا بقينا بين هذا وذاك لا هذا تيقول القصد لا عفاك سيدي لا باش نوصلوا لا باش نديروا. انا اظن على ان حتى المجلس كمجلس ما خاصوش يكون داخل في هذه المسائل، خاصو يكون يعني واحد النوع ديال الا بغا يدير الحياد راه هذا المال هذا هو اللي تيشرف عليه، ولكن انا نلتمس من الاخوان المجتمع المدني تعاونوا في هذا الاتجاه وتعاونوا كاملين ونشوفوا باش نحصلوا على موارد من جهات اخرى، وبقى كلشي تيشوف نفس النظره باش ما يقولش شوف انا حكمتي ديالهم حيدوا ليا وانا حكمتي ديالهم زادوا ليا، ولا ما يكونش هذا الشيء. شكرا السي الرئيس، اسمح لي. شكرا السيد الرئيس، السيد القائد، السادة الأعضاء، الحضور الكريم. حقيقة عندما نتحدث عن الكرة ونتحدث عن الرياضة ما غاديش نخرجوا من القاعة، لأن الحديث عن المنح هو حديث طويل وطويل، لكن حنا عندنا الميزانية ديال الجماعة 15 مليون، وعادة أقولها عندما أسير فريق رياضي هذا متعارف عليه، خاص يكون المكتب هذا للترافع خارج جماعة الجماعة، راه خلقتم واحد الفرقة هذه 15 مليون، الترشيح عندنا مكتب وديك كاين مشكل، حنا كنعيشوا مشاكل ديال جوج فرق دابا في النقل الرياضي، في النقل الرياضي، ودابا هاد المبالغ المالية اللي راه توزع، تنقولوا بحال غنكبوا الماء في الرملة، غدا غادي يجيو غادي يقول لك السي الرئيس راه ما عندناش باش نكملوا الأيام، ما عندناش باش نكملوا هاد الماتش، ما عندناش هادي، وبالتالي أن الجماعة اللي وحدها راه ما يمكنش تلبي الطلبات ديال هاد الجمعيات الرياضية. حنا نشجع الرياضة ولكن يجب الترافع خارج الجماعة الترابية، راهو كاينين أعياد
كاين الناس اللي كيدعموا هزوا ملفات وديروا واحد المجموعه واحد المجهود جبار، وبالتالي انني غادي قد ننجح اي فريق من الفرق اللي كيلعب في افوذان. كان كنقولها كان فرحنا سيكبر لو صعد فريق الوحده، ودرنا مجهود واحد المجهود جبار ولعبوا المباراه النهائيه، ولكن وقع الاوضاع نزلت فريق الاخر نزل رغبه تعملي اللي تعطاه نزل فريق اخر داروا جوج فرق رياضيه ديال النسائيه كاين الالعاب ديالهم كاين الكره الحديديه، اذا كيستدير الجمعيات كيغندير لهم 15 مليون كيغدير لهم، اذا وبالتالي ان كيزدنا كينقصنا غادي يبقى المشكل، بقات 10 مليون كاين مشكل، بقات 15 مليون كاين مشكل، بقات 20 مليون غادي يبقى مشكل، ديما اليوم غادي تفرق المنحة، غدا غادي يجي نكتب الوصيه ويقول لنا رئيس اعطيني مجهود، وفي رأيك كيعطيه منحة اليوم غدا كيجي كيقول لي ما عنديش، وبالتالي حنا راه كنسيرو غدا كنسيرو فرق، راه الاتحاد ديال كازيلان ما كانش كيعتمد على ارزيلان. كيعتمد على الرئيس للمنتخب وكيعتمد على الاعيان وكيمشي كيقلب على مواليد اخرى وشكرا لك. شكون اللي ضد؟